جماعه ده اسمه مايك. مايك ده ممكن حضرتك للمسؤولين عن اي مؤتمر صحفي، حضرتك سمعت السؤال في اي في لا. اي خالص. حضرتك سمعت يا بلال السؤال؟ انا ولا سمعت الاجابه. سمعت السؤال ولا السائل. يا جماعه ده اسمه مايك عادي جدا عندنا هنا في القناه. والله هو لو بتاعي انا كنت اديته هديه للمسؤولين عن المؤتمرات الصحفيه، لانه يا جماعه بجد نفسنا نسمع سؤال الصحفي اللي بيسال رينيه فايلر. ايه السؤال؟ احنا قاعدين مستنيين الاجابه، لو جزء من الاجابه مش واضح ما بنبقاش عارفين نسال ايه، مش عارفين السؤال ايه. فده اسمه مايك. مايك سهل جدا وموجود في كل محلات وسط البلد، موجود في كل حته في العالم، ممكن حد يشتريه مايك واحد بس زي ده كده اللي هو وايرلس اللي هو من غير اي حاجه بس البطاريات تتحط البطاريه. دي طريقه ازاي اسال في المؤتمر الصحفي زي ما بيحصل بره المؤتمر. انا لسه بقول للكابتن شريف وكابتن حشيش وكابتن بلال، بقول لهم المؤتمر شكله اوروبي كانك في مؤتمر في اوروبا، بس هو الحاجه الوحيده اللي فاضله ان احنا نسمع السؤال. مفيش حاجه، حاجه جميله والمنظر جميل والشكل العام حلو وكل حاجه، ولكن يا جماعه محتاجين احنا كناس قاعدين نتفرج على المؤتمر الصحفي نسمع السؤال، لان بعض الوقت الاجابات ما بتكونش واضحه قوي برضه. بره بيسالوا كمان مين يعني فلان الفلاني من جريده كذا من صحيفه كذا وبيسال السؤال. صح يعني ده انما حاجه بسيطه جدا، مش عارف مين ده اللي قاعدين. حاجه بسيطه جدا، المايك موجود اهو، يعني هو لو ملكي انا كنت عملته اهداء، يعني اهداء للمسؤولين في هذا الموضوع، حتى في مباراه الاهلي والله يبقى خليهم ياخدوه معاهم يحطوه لكريم احمد، اقول له خده معاك حطه في ايد اي حد بيتكلم، علشان دي حاجه بسيطه جدا يا جماعه والله، وبتزيد الانتظام وبتزيد تخلي الناس كلها مبسوطه كده، واحنا قاعدين مش عارفين ايه هو الموضوع، احنا مش فاهمين السؤال والاجابه. يعني لو رينيه فايلر بعد شويه عن المايك ما بنبقاش فاهمين الاجابه ايه ولا السؤال اساسا ايه. صحيح. فمن فضل حضراتكم دي حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا، شكل المؤتمر رائع جدا وحلو جدا، فضلكم كملوا الشكل يبقى كويس. يعني كل الاستوديوهات التحليليه، يعني احنا دلوقتي عايزين نناقش المؤتمر الصحفي، عايزين نتكلم على اللي قاله، هتكلم على اللي قاله رينيه فايلر بس التغييرات مثلا هتكلم على ايه؟ فمن فضل حضراتكم يعني الناس عايزه تفهم وعايزه تسمع، وخلي بال حضراتكم دي مطالبات كثيره جدا جدا، كل ما حد يشوفني يقول لي يا كابتن من فضلك قول للناس اللي مسؤوله عن المؤتمرات الصحفيه مايك بس يقولوا لنا عشان نسمع السؤال. اي حد بيتابع قناه الاهلي وغير قناه الاهلي، الناس بس محتاجه تسمع السؤال علشان نعرف نتناقش في انت عارف المشكله كمان يا اسلام ايه؟ اتفضل. ان ساعات ممكن واحد من اللي قاعدين يسال سؤال فايلر ما يردش عليه زي ما عمل قبل كده. ان هو مثلا عايزه يقيم له اللعيبه بتاعته فيقول له انا مش هرد عليك او مش هجاوب، انا ما بحبش يعني اقيم لعيبتي او اقول رايي في لعيبتي على الهوا. فعايزين نعرف ممكن حد تاني يفتكر يقول لك اسال سؤال امتنع عن الاجابه. طب يعني انت فاهم ازاي؟ فلازم يعني فعلا تعرف السؤال مين اللي سال السؤال وبيسال بيقول ايه؟ عارف حل المشكله؟ خلاص بس الحديده دي سهله جدا وبسيطه طبعا. ويعني المرة الجاية وهو كريم رايح إن شاء الله مراسل أو أي مراسل هيروح معانا هنحاول، معرفش هل ده من حقنا ولا مش من حقنا. رسالتك وصلت كمان، أصل دي خامس أو سادس مرة نقول الكلام ده يا كابتن، وهي حاجة بسيطة جدا. أنت كده شرحت بقى. وبعدين خلي بالك ده استاد القاهرة، يعني برضو القاعة المفروض إنها تبقى فيها الكلام ده أوريدي موجود. أعتقد يعني إن أكيد هذا المفروض طبيعي. ساوند اسمه ساوند. ما بتلعبش أنا بتكسل بس في استاد فرع الناس أنا بتكسل يعني الناس أنا بتكسل يعني ممكن لسه أجيب مايك وبتاع مش مهم يعني الناس اللي بتتفرج. تأديت واجب يعني. لا نتمنى ان الموضوع ده ينتهي يا جماعه من فضل حضراتكم، والله دي مطالبه، دي حاجه طبعا يعني بنهزر يعني، لان احنا نفسنا نشوف بس او نسمع حاجه اي حاجه في المؤتمر الصحفي، بنحب ان احنا نبقى عارفينها علشان نقدر نتكلم فيها للناس. طيب كابتن شريف.